أين هو بطل الموسمين السابقين؟ أين تلك القوة التي كان يمتلكها؟ أين المتعة التي كان يقدمها لنا؟ أين هم أولئك النجوم التي كان يتغنى بهم؟ ما الذي حصل لفارس نجد لكي يصبح منافسا على المراكز المتوسطة؟ أندية حصلت على البطولات ولكن لم نشاهدها تصل إلى المرحلة التي وصل إليها النصر في المواسم التالية. هذا التقهقر ألا يرضي عشاق الكيان، بل هو محبط في نظرهم، فهم العشاق عزوف جماهيري غريب من جمهور الوفاء. تساؤلات عدة تدور في الأذهان. هل فترة الإعداد المتأخرة هي ما أوصلت النصر لهذا المستوى، أم أن الأندية الأخرى استعدت بشكل أفضل وأقوى؟ هل هناك مشاكل داخل البيت النصراوي نجهلها؟ هل هناك تخاذل من لاعبي الفريق النصراوي؟ ختاما، ما يمر به النصر حالة غريبة تجعلنا نجزم أن وراء الأكمة ما وراءها.